بنات طبعا ينفع ننزل تحت ليه ينفع ننزل تحت ما بعرف ما بعرف انا هنزل تحت بقول لك ايه يا ليه هتنزلي تحت مش عايز نقعد مع بعض شويه عايز اتدرب على الاغنيه نقعد مع بعض شويه ما حدش ينزل تحت اسمعني قولي له خلاص انت انزلي تحت ولا انا اتقسمتوا هذه الغرفه انت بقى يلا خدي يلا الله عليهم سقع قلبي اسوأ كذبه سمعتها في حياتي كلها هذا بعت على المراوي 8 ساعات ليش عطوني انا ما اكلت ليش يعني ليش ميشو؟ بتحتفلوا بالكذبه طبعا هيدي لأني حصل حالك كثير يعني تطلع حالك خدت الجو يعني لا خلص ما انت بس هي لحتى نحن ننبسط ايه هي عبد العزيز اخذيهم كارت لعبد العزيز خلي ما بدي لانك ما رفعنا ما تجي لي فيلا خلينا نقول لك ثاني عطنا عطنا تيشو لا 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 واصل الوقت لا لا مين اللي فرق انا ليه معقدة انت ليش بس ما انا ناظم لا ويا ايناس فهمها وجبنا انحمرنا روح حد بتاع اللي هناك روح كل عيلة كبيرة انا بقول لك تبعت لي سلام كان تبعت لي سلام في قتل في كذبة ابراء على فكرة عادي في ذبحة في تعوير تبعت لي بوسة من حد اه لو كده ماشي لا شاروخان فوق استناك بس she kissed me twice شاروخان we went for you really? مرضيتش مرضيتش she asked me too but I she told me one for you one for me one for you And then she said something. Is she telling me? No. I went and washed my hair, the fastest shower I've ever had in my life. I went in, 2 seconds and I came out. I didn't do my hair, I washed my hair. In like 2 seconds, usually I take time, and bit by bit. I got so tired. عبد العزيز ونقول للناصر معلش يا ناصر تاخد غير كلام معايا انا في كيوي بيك ما هو مش انا اللي رحت عند عبد العزيز كيوي عبد العزيز كيوي ممكن تقول للشخص اللي جنبك اللي في كيوي في الكيك هو هيز الرجيك تو كيوي بعده عم بيحكي خلاص لو يموت قدامنا اتس نوت ماي بروبلم انا قلت انه في كيوي في الكيك مع اني مش احول بس مو شايفه عم بيقول لك في كيوي ما خدتوها شفتوها هيك شكرا يا ببغاء شكرا العصافير اليومين تفهم احسن من البني ادم خش عليه لا والله وحياتك لا 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 وكما ابغاه ما سمعتها شو قال ولا انا زوق خبي هذا اللي انا وياك تعال شوي طبيعي تعال جهاز تعال اغسله بمي لا انا ما بحبش المي ايه شو ماما نلبس
اخويا زيزو. تروح اللي قلت لك عمي نزل صحن خلاص. اوكي. تم بليله السهره. نسيات اليوم اليوم. نقعد هنا؟ كتير شوب. لو عايزين نقعد مش عايزين ما نقعدش، مش كده؟ ايوه كده. لا عايزين نقعد ولا عايزين؟ هنا ميك اب ودراكسز و تعالى نقعد. عليه؟ خلاص ننزل نعمل حفلة ونرقص؟ خلاص تعالى نعمل حفلة. لا نقعد. لا 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 انتوا عملتوها عشان والله. لا لا. السي دي تبعك مع ابراهيم ها؟ يا عبيطة تخيل يعني يا عبيطة يا عبيطة يا عبيطة عشان كده انا وابراهيم انا ما كنتش اول مره بلاقي بس انا فهمت الكلمات بس انا فهمت ايه كانت الايديا حلو جميل الله this and this looks nice the black and white look nice together والله الحمد لله راح انزل هلا طلعت ورا عندي استاذ برا ما بس ثانيه تمشي يلا تبعثوا لنا مسج شو عندنا فانسي ايفنت يا فاري انه انت يخلونا نبدا لا جت في بالي هذه على طول مدري ايش يا ما راح اتعلم لك زل سباح لا سباح عادي المهم لو شفت ديالا اليوم يغني بلاش اطلع نشمس من جوه طالع لا وهي تبكي عند وديها يما البكا والدموع والعصب وكل شيء طلع اخذوا مني الغنيه يا وديعه اي احد من الشارع ممكن يغنيها ما قلت هيك ما عم تحكي هيك اسكت والتاء حرام ما عارفه تحكي ود 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 وديعه اخذوا مني مره قلت وانا ببكي كلمت مرمر بس وانا وديعه يقول لها خلاص يلا روح اجري الجليات ليش حاسه هاي اي هذا خلاص اذا عايزه محل خلاص شكوى للاداره يا عمي فاي شكوى للاداره وبس خلاص بعدين نشوف ليش ليش يعني انا مالك انا بحط نفسي معهم إذا مثلا ما غنيت النهارده ممكن ازعل انت عارف انه ايش بيكون هذا السبب زعل يعني بس شيء ثاني ما بعرف انت شو كنت عم تفكري انه عندها اغنيه واحده الاغنيه دي مش هتغنيها يعني مش هتطلع في برايم غير في الرقصه الاوبننج وتقعد الحمد لله نعمل ايه يعني نبكي ايوه مش مفيش مشكله هتبكي actually I think I would مش عايت ان it's the end of the world بس عايت شوية يعني هزعل هي هزعلت شوية ما بنيجي هنا ليه عشان نغني في برايمز فلو whatever محمد don't be so heartless you wanna go down? هي اكيد yeah. نزل معي شيء انا حدا بده هذا خبيه خبيه خزانة هاي جديدة هاي خزانتي بيخبيه ايوه هاي جديدة خزانتي بيخبيه تسويها انت ورق انت الثلاجه طب شو بالنسبه للعصائر شباب لا تخلوا شيء ينزل كل واحد معه شيء انت